اتكلمت في الحته دي مع استاذ جمال يوسف وموضوع اختلاف اللهجات، واتكلمت في الجزئيه ان شمال النوبه المصريه فيها خلاف او اختلاف بسيط عن جنوب النوبه المصريه، وخاصه الاربع قرى اللي في الجنوب، اجندان وسطول ابو سمبل بلال. فالاختلاف يعني انا اعتقد انه بيزيد من جماليات اللغه النوبيه، شيء جميل يعني انه يكون فيها. طيب مثلا كشر، تقريبا كل شمال النوبه بيقول على مفتاح كشر، ما عدا الاربع قرى اللي موجودين في جنوب النوبه اللي ذكرنا اساميهم بيقولوا تري. لو دخلت وادي حلفه او حلفه، الحلفاويين بيقولوا تري برضه، في السكوت بيقولوا تري، في المحز بيقولوا كشر، في ضنقله بيقولوا كشر. احنا دايما انا باجي اقيس الكلمه كانت صحيحه ولا غلط على حسب المناطق. يعني مثلا لو كان النوبه المصريه القرى الشماليه بس بيقول كشر، وباقي النوبه لحد ضنقله بيقولوا تري، اذا في حاجه غلط في الجزئيه دي. لكن لما تتقسم انه يكون عندنا في جنوب النوبه المصريه في تري، وفي حلفه تري، وفي سكوت تري، وبعد كده في المحس وضنقله كشر الاثنين، اذا فكشر صحيحه. طيب انا بحس شويه في الموضوع، فالاعتقاد السائد عند الناس اللي بحثوا في كلمه المفتاح كشر ولا تري، انه غالبا تري مصنوعه من الخشب وكشر المصنوع من الحديد. لا هو لا يعني او يعني في مضبوط هو كلامه بس العكس. بس يعني الباحثون وصلوا الى ان كلمه، وطبعا هم الاثنين صحيحه، انما كلمه تري تقال على المعدن الحديد المفتاح المصنوع من تري. اما الكشر فهو الاقدم على اساس انه كان اصلا دبه المفتاح، الدبه يعني كان من الخشب. فهنا بس بتاع المنطوق يعني هما تعتبر الاثنين صحيحه، كشر وتري. بس امتى يقال كشر او امتى يقال تري، هو فعلا هو ده الاختلاف. فالباحثون وصلوا، وربما يمكن يكون هذا صحيح او خطا، وطبعا برضه ما بيغيرش من الجوهر شيء، انه تري هو المصنوع من الايه؟ من الحديد، والثاني من بعدين احنا مش عارف بنقلق ليه لما يكون في مفردات مترادفات. انت راضي ان مثلا الاسد عنده عشرات من الاسماء، غدم فاروق الصوره ومش عارف ايه. ما فيش انا دايما بحسم عمليه ان ما فيش حاجه اسمها غلط، في حاجه اسمها مترادفات في اللغه. فممكن يعني المفرد يكون فيها 10 مترادفات، ما زعلناش، ده بالعكس ده اسراء للغه زي ما قال اخونا. لا ما فيش غلط وما فيش. وانا جاوبت لكم على ان مين الاقدم، الكلمه دي برضه ما اوعوا تسمعوها. ما فيش واحد يقول لك الكنزيه الاقدم، لا الفتيكه هي الاقدم، الدنجلاويه لا. قلت لكم هي في اللغه النوبيه القديمه هي الام. اللي عايز يعاير بقى يعاير بعد كده، كلنا شحتين من فوق. بس شكرا لك.